بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا إليكم بحسرة بالغة وبألم بالغ. الأخ الصديق العزيز الأستاذ علي فضيل المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل وفته المنية هذا الصباح. علي فضيل هذا الرجل الذي فتح لنا كل الأبواب. الشروق، في الشروق صنع لي جناحين كي أطير بهما. في الشروق فتح لي باب بيته. الشروق فتح لي هذه القناة يوم سدت في وجهي كل الأبواب. علي فضيل وجدته في كل الأبواب، فتح لي باب قلبه قبل أن يفتح لي باب الشروق. علي فضيل رحمك الله وغفر لك. إنا لله وإنا إليه راجعون.